الدراسه دي قامت على تحليل بيانات اكتر من 5000 شخص في 4 مدن امريكيه، وخلال 30 سنه لقوا انهم لما استمروا في التعليم عاشوا عمر اطول مقارنه بغيرهم اللي ما تلقوش اي تعليم خالص. وكمان خلال الدراسة مات 395 شخص قبل ما يوصلوا للخمسينات من عمرهم، وده سنة لسه الإنسان يعني المفروض إن هو يبقى إيه؟ لسه صغير يعني. بالظبط 5% من اللي ماتوا دول كان عندهم شهادات جامعية، بس 13% منهم من اللي توفوا كانوا ما درسوش خالص وما التحقوش بالجامعات أو بالكليات. فالدراسة دي لأ، هي معمولة على فعلا أشخاص والدراسة علمية صح. جدا وبتقول ادرسوا يا جماعه ماجستير صح. كام هو كام سنه يعني؟ كام سنه قولوا لي؟ ما بتبقاش طويله. المفروض لو في تمهيدي سنتين يعني. وفي كليات 3 سنين، وفي ناس بتقعد في الماجستير 4 سنين ربنا يعينهم، في ناس بتخلصوا من سنتين لاربعه، في ناس بتخلصوا من سنتين بس. بالظبط يعني مش كتير. دراسه دراسه.